الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. كذلك نقرأ الفاتحة لكل الحاضرين والحاضرات وكل من يستمع لهذا الدرس بنيت قضاء الحوائج ودفع كل شر وجلب كل خير والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله وحسن الخاتمة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما ليوم الدين. نواصل في كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ المحدث سيد عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به وبشيوخنا في الدارين، آمين. وصلنا إلى قول المصنف في مسألة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستقبل القبلة في دعائه، كما ورد في مسند أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه عشر آيات من أول سورة قد أفلح المؤمنون، سورة المؤمنون، قال عمر رضي الله عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، إلى آخر الحديث، حديث طويل. وقد استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة يوم بدر ودعا الله تعالى، وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي إلى أن يفتتح دعاءه بالثناء على الله تعالى ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي في الأذكار روينا في كتاب في كتابي الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقعد فقال من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال الترمذي وفي إسناده مقال. هذا حديث ودعاء مهم ويذكره كل العلماء تقريبا، وينصحون المسلم أن يقوم بهذا الدعاء، أن يدعو به من بين الأدعية التي يدعو بها في العادة، لأنه هذه من الجوامع الكلم تسمى، وهي من الأدعية المهمة، وهي من أدعية قضاء الحاجة. الذي يريد حاجة من الله سبحانه وتعالى أو استعصى عليه أمر قال ماذا يفعل؟ يتوضأ، يحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين، ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في كل دعاء، أي دعاء نبدأه بالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله دائما بدون أي استثناء. أي دعاء تبدأ فيه بالحمد لله، تحمد الله وتمدحه بما يليق به، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك تدخل الدعاء حسب المناسبة وحسب ماذا تريده. فهذا الدعاء هو دعاء من بين أدعية قضاء الحاجة. فإذا إنسان عنده أمر صعب عليه، عنده كذا وثيقة ما معناها مطلوب فيها إلى آخره، فش يعمل؟ يتوضأ، يصلي ركعتين، ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بهذا الدعاء وينوي حاجته بطبيعة، ينوي في قلبه ما هي الحاجة التي يريد قضاءها. في الدعاء شنو؟ ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إذا كان الحاجة هذه فيها مرضاة الله سبحانه وتعالى فسيقضيها لك بإذنه ببركة هذا الدعاء. ويدل على استفتاح الدعاء بالثناء ما روى الإمام أحمد والحاكم عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح دعاءه بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. هذا مدح لله، وهذا يدخل تحت مسمى الحمد لله سبحانه وتعالى. ولذا قال الإمام
حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه الإمام أبو حامد الغزالي. شبه قصة ولا شنو؟ بقلت الكاميرا بقلت طيب لما التقنية تكو هذيك السلبيات نتاعها تتطز ساعات بحاجة ما به. قال ولذا قال الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي رضي الله عنه الإمام أبو حامد الغزالي ليس الشيخ محمد الغزالي. محمد الغزالي من المعاصرين رحمه الله وهو من علماء الكبار أيضا، ولكن الإمام أبو حامد الغزالي هو حجة الإسلام وهو معناها من كبار علماء الأمة الإسلامية ومن أذكى أذكياء الدنيا ومعروف يسمى حجة الإسلام لأنه لما يذكر مسائل ويستدل عليها فيكون ذلك الاستدلال في حجة لمن يسمع ذلك ويقرأ ما كتبه الإمام الغزالي، وكان هو معناها من بين الأوائل الذين أبطلوا معنى شبهات الفلاسفة الملحدين. فلاسفة عندهم الإلحاد وعندهم الكفر ويثيرون شبهات كفرية فيما يتعلق بالدين ويعتقدون اعتقادات باطلة كفرية، فالإمام الغزالي هو أول من رد عليهم جملة وتفصيل. هناك بطبيعة من نظرهم سابقا، لكن في بعض مسائل الإمام الغزالي تناول المسائل متاعهم الكل ونقضها أبطلها. هاكا تحبوا تقعدوا هاكا فما تواول منه. فماذا قال الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي رضي الله عنه؟ الإمام الغزالي بطبيعة من كبار العلماء في العلم، معناه متمكن في العلوم، وكذلك من كبار الصالحين معناه في ميدان التزكية والتصوف، عنده مؤلفات كثيرة ومعتمدة عند كل العلماء. معناه كتب الإمام الغزالي في التصوف معروفة تدرس في ومعناها تقرأ في عند كل العلماء الكبار، العلماء الكبار والذين معناها يحرصون على التزكية والصلاح. ماذا قال الإمام الغزالي؟ قال رضي الله عنه: فيندب أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى وبما هو اللائق من ذكر المواهب والمكارم أولى. معناها تبدأ في الدعاء دائما تحمد الله ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء أيضا يختتم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ويقول علماء لا يرد دعاء إذا كان بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم، بالأول هي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما بينهما لا يرد. ومن آداب الدعاء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه أول الدعاء وأوسطه وآخره، كما جاء في مسند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوني كقدح الراكب. قيل: وما قدحه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن الراكب يملأ قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه على راحلته، فإن احتاج إلى الشراب شربه أو الوضوء توضأ، وإلا هرقه ولا يطرحه. قال: اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره. والمراد أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي من كبار علماء الصحابة، بل هو أعلم الصحابة من ناحية العلمية، أعلم الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على علم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فدائما كلام سيدنا علي معتبر سواء في العلم أو في التزكية. وسيدنا علي بصفة خاصة أخذ كثير من الأمور بتعلق بالتزكية والتصوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدون كثير من أقوال سيدنا علي في كتب التزكية. فماذا قال سيدنا علي رضي الله عنه؟ قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. من أين عرف هذا؟ أكيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أمور مثل هذه، مثل معناها القبول والحجب للدعاء، هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله ويبينها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هو الدعاء المستجاب وغير المستجاب.
فسيدنا علي أكيد سمع منه هذا، ولذلك هو هذا يسمى حديث موقوف، ويأخذ حكم الرفع. العلماء يقولون هذا حديث موقوف له حكم الرفع. شنو معناه؟ لأن الكلام هذا لا يستنبطه من ذهنه سيدنا علي رضي الله عنه، ولا يجي صحاب مثلا يصف الجنة يقول إن الجنة فيها نهر كذا وكذا، صحاب يروي ما يقولش قال النبي صلى الله عليه وسلم، يروي هو. فهذا معروف أنه مش يستنبط هو، مش يفكر يقول الله الجنة فيها كذا، لابد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، من أمر غيبي. الأمر غيبي لا يستطيع أن يستنبطه الإنسان مهما بلغ ذكاؤه. فلذلك هذه الأحاديث اللي فيها وصف الذي لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر غيبي، ولو ذكر الصحابي تسمى موقوف، ولأنه يقف عند حد الصحابي، الصحابي يقولش قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينقل هو كأنه يتكلم من عنده، هذا يسمى موقوف في علم مصطلح الحديث، لكن يأخذ حكم الرفع في قيمته في 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 معناها وضعيته، تسمى كالمرفوع كما حديث كانوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. بطبيعة إذا كان سنده ورواته ثقات، بطبيعة إذا سنده معناه ما فيش طعن، ما فيش أمر معناه يسقط الاستدلال بهذا الحديث. فهنا سيدنا علي قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بطبيعة لا يقال بالرأي، هذا يقال بأخذه عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وفيش قال في الحاشية هذا الحديث، قال في الترغيب روى الطبراني في الأوسط موقوفا لأنه على سيدنا علي، ورواته ثقات معنى حديث صحيح موقوف على سيدنا علي، ورفعوا بعضهم في بعض روايات أخرى يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فبالتالي هنا أزيل الإشكال أصلا، يولي مرفوع أصلا لبعض الذين ذكروا أن هذا الحديث مرفوع. قال والموقوف أصح، الرواية هذه لفيها الوقف هي أصح، فيكون موقوف في حكم مرفوع، هذه تسمى في علم مصطلح الحديث. من سيدرس منكم علم مصطلح الحديث ويقرأ الأمور هذه بالتفصيل. وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا أيضا، هذا موقوف على سيدنا عمر، قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. يقول قائل سيدنا علي قال سيدنا عمر نفس الكلام، زعما استمتوا هكا، لا خذوه مع النبي صلى الله عليه وسلم أكيد. فلذلك هذا موقوف، لأنه يعني سيدنا علي ولا تكلم، قال كل دعاء كذا، ما قالش قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وسيدنا عمر نفس الشيء قال إن الدعاء موقوف، فعبارة كلامه هو، ولكن الكلام يحتوي على معاني لا يمكن أن يستنبطها هو، فأكيد أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. وما أن الحديث لم يقل هو روى النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فلا نقول أنه مرفوع في حكم الحديث، نقول موقوف يأخذ حكم مرفوع. عرفت فهمتها شوية النقطة ولا باش تفهم كلمة موقوف؟ ذكرها كاش مرة، موقوف تعرفوا شي معناها؟ موقوف، موقوف على الصحابة معناها ذكر الصحابي كانوا كلامه هو، يقولش قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمعته قال، يقول هو كانوا كلامه هو. لكن كنشوفوا المعنى متاع الحديث ما يكونش متاع حاجة متاع اجتهاد، مش اجتهاد يصف الجنة، مش يعمل اجتهاد يقول نجتهد يكون نهر هكا ولو ان كذا الأباريق كذا ولا الحور العين ولا الولدان، لا هذا يكون إلا أخذهم عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلعوا على كثير من الأمور الغيبية. قالوا من آداب الدعاء الحاح فيه، فما لهنا بين نقطة مهمة جدا، لابد من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل دعاء، في البداية وفي النهاية والأحسن في الوسط أيضا، معنى في تخلل الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تدعي في الأول تحمد الله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو تدعو تدعو، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو تدعو تدعو، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتختم. هذا الدعاء هو الأكمل، ويكون أقرب للإجابة، يكون ثوابه أعظم بطبيعة الحال. ومن آداب الدعاء الإلحاح فيه، تذكروا حكينا في الصباح قلنا الإلحاح في الدعاء، لو تلح أنت مع المخلوقات يفد، مخلوق تجي تقول له أعطيني 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 أخذي لي كل يوم صباح وعشية، تفد نهار تقول له شوف غيري. الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، الله يطلب منك أن تلح في الدعاء، معناها كثر على الأخر زاد، تبيش تدعي بصباح لليل، الله يحب ذلك. فإنسان ما يبخلش ما يقولش ولا دعيت برشا، فماش برشا في الدعاء، تبدأ من الصباح لي من الصباح لي وأنت تدعي، ما تسماش برشا. ومن آداب الدعاء الإلحاح فيه، هذا من آداب الدعاء، ويكون هذا من دواعي الإجابة أيضا الإلحاح في الدعاء. روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا، يعاود ثلاث مرات وبعض الحين خمس مرات وبعض الحين أكثر، فالتكرار هذا هو الإلحاح.
كان يمكن يكتفي مرة واحدة دعاء لكن يعيد، هذا من باب الإلحاح، لأنه هذا من آداب الدعاء. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب الملحين في الدعاء. هذا أخرجه ابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن مطالب الدعاء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم تحصل الإجابة تطيب المأكل والمشرب والملبس، وذلك بأن يكون حلالا. وهذه نقطة فاصلة في مسألة الدعاء، أن يكون من شرط أساسي، ركن من أركان استجابة الدعاء، أن يكون إنسان ليس في مأكله حرام، وليس في مطعمه حرام، المطعم ولا المشرب، ولا في ملبسه حرام، ولو جزء. مش معنى ماله كله حرام، ولو جزء. عندك 10 ملايين فيهم 1000 فرنك حرمة، في حرام، هذا يمنع استجابة الدعاء. مش معنى مال كله حرام، راه فيه حرام، المال فيه حرام. تبداش 100 فرنك، 100 فرنك سرقت وعندك 100 مليون، أكل 100 فرنك تمشي البركة متاع البيت مليون الكل، وكي تدعي دعاك غير مستجاب. وهذا ما قاله العلماء. روى مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا، إلى آخر الآية. الطيبات هنا ذكر العلماء في التفسير قالوا الحلال. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كيف كلوا من طيبات ما رزقناكم؟ الطيب هو الحلال. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، اذكر في وضعية تاع إنسان مسلم، قال: وذكر ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر. السفر هو مظنة استجابة الدعاء، معروف من أماكن استجابة الدعاء أثناء السفر. قال: رجل يطيل السفر، سفر طويل، أشعث أغبر، معناه بطول السفر يولي معاه حتى يلقى الوقت باش ينظف وباش يعمل الأمور اللي هي متعود بها في البلاد في داره. يمد يديه إلى السماء: يا ربي، يدعي معناه، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أن هذه معناها مستحيل، أن لا يستجاب له معناها. فإنسان رغم أنه هو واخو في وضعيات لا يستجاب الدعاء، لكن ما أكله حرام لا يستجاب له، ولو في وسط الكعبة، ولو فوق ظهر الكعبة، ولو في وسط الكعبة. أزيد عند الملتزم أكثر بلاصة، مو ملتزم بين الباب الكعبة والحجر الأسود، اسمه ملتزم اللي يجب يقرب له ويقرب حطيده ويدعي، مكان مستجاب. قال: لا يستجاب لك ما دام اذا عندك مال حرام في مطعمك، في ملبسك، وفي مشربك، معناها كاسب امر حرام في مكاسبك، كل حتى ارض تغيرك حفت تحيلت وخذيتها، هذاك معناها رزق حرام، هذاك اسمه حرام، فلذلك يدخل هنا اعطاء المطعم والمشرب والملبس، خاطر ذيك غالبا اللي هي ممتلكات الانسان. ولكن اي شيء اخر، أي شيء أخذته بدون حق يسمى حرام. ومنه في الخدمة، في الإدارة مطالب تخدم 8 سوايع، ما تعديش 5 سوايع، باقي كل تكر في التاي طلعت حوص مشي تقضي في السوق، كل أك الساعات هذيك ما لها حرام راه باتفاق. أك الساعات هذيك اللي ما خدمتهاش، خدمت 8 سوايع، خدمت 5 سوايع برك، 3 سوايع المال نتاعهم حرام. على الشهرية تاخذ فيها، فما 3 سوايع هذوكم المال نتاعهم حرام. ما لازم تخرج وتخلص، تصدق بيتخلص منه معناه، تعطيه لواحد من الفقراء تتخلص منه فقط باش ما ينحيلكش البركه نتاع الباقي. قال: ومن ذلك ارشاده صلى الله عليه وسلم الداعي الى عدم الاستعجال بان يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي، فان ذلك يبعد الاجابه، لما ورد في الصحيحين وغيرهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. بطبيعة الحال اللي يخدم في إدارة خاصة المال يرد لصاحب المصنع ولا صاحب الإدارة،
مش باش يتصدق به المال يعني نتاعو هو، هو يخلص فيك على 8 ساعات خدمته 5 ساعات فقط انت، والعقد نتاعك على اساس 8 ساعات ما رخصلكش باش تخدم اقل، انت خدمت اقل هو مش موجود عملت اللي تحب عليه، اكل مقدام تاع 3 ساعات تحسبه ترده له تقول له هذا ما مش تابعني مش حقي. اذا كان مع الدوله ترده للدوله باي طريقه، اي طريقه ما لقيتش حتى طريقة تعم بي حاجة في الطريق العام تقدي بي حاجة تنفع الناس. المال هذاك هذاك باش تخرج منه تكون معناه رجل خرج من الحرام. قال ما لا من آداب الدعاء عدم الاستعجال، قلنا الإلحاح، ومسألة ثانية مهمة أن يكون مطعمك معناه رزقك حلال معناه خذيته كل بطريق حلال، والثالثة عدم الاستعجال. قال بأن يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي، فإن ذلك يبعد الإجابة. اللي يمشي بالعقلية هذه راني دعيت ما أعطانيش ربي نحبس، قال هذا لا يستجب له أبدا. لما ورد في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. إذا تقول راه مع ربي ما استجب ليش ونحبس راه مش بيستجيب لك حتى ولو تدعين بعد. وقتاش يستجاب لك؟ عندما تكون أنك تعتقد أن الله سيستجيب لك بهذه النية. وفي رواية دعوت ربي فلم يستجب لي. وروى أحمد وأبو يعلى برجال الصحيح من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا نبي الله وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت فلم يستجب لي، يترك الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعية إلى العزم والجزم بوقوع مطلوبه. أدب آخر من أداب الدعاء الجزم، طيب يبين لنا شو معنى الجزم. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وفي رواية البخاري اللهم ارزقني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله تعالى لا مكره له، لا مكره له، معنى أنت مكش مستغني على ذلك. ربي يعطيني كان حبيت حبيش تعطينيش ما تعطينيش. قال هذا ليس من الأدب في الدعاء، الأدب في الدعاء اللهم ارزقني طول، اللهم اغفر لي بالجزم، اللهم اغفر لي ما شاء الله اغفر لي إن شئت. في هذه المواضع نتاع الدعاء ما تقولش إن شئت في الدعاء، تقولش إن شاء الله في الدعاء. في أمور مش تعمل أمر مش تقضي أمر تقول إن شاء الله، مش تخرج تسافر تقول إن شاء الله غدوة سأسافر كذا، إن شاء الله غدوة أقوم بكذا، إن شاء الله غدوة أحفظ كذا، هذه فيها لأنك يعني ستقوم بعمل تقول إن شاء الله. في الدعاء ما تقولش اللهم اغفر لي إن شاء الله، هذا ليس من الأدب في الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك ونهى عن ذلك، قال تجزم اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اصلح حالي، ان شاء الله ما اهديني ان شئت، اللهم اصلح حالي من غير ما تقول ان شئت، اللهم اغفر لي من غير ما تقول ان شئت. وانما نهى عن ذلك لان التعليق بالمشيئه انما يحتاج اليه اذا تاتى اكراه المطلوب منه وامكن ان يكره على تحقيق المطلوب، وان الله منزل على ان يكره على امر او ان يفعل كرها، وإنما يفعل جميع ما يفعل بمشيئته وإرادته سبحانه ولا ممكن له سبحانه. أنت ساعات كده إنسان يبدأ هو مثلا ما عندوش ولا حاجة تقول له كان تحب تعطيني مثالك ولا كان عندك، لا الله ليس كذلك، الله عنده كل شيء، وليس معنى تقول له أنت كان شئت معنى حتى ما عندكش معنى مثالك تعطينيش، لا الله لأنه عنده كل شيء مش كما مخلوق، مخلوق تقول له بربي كان عندك أعطيني إذا حبيت، هذه إن شئت معنى مع الله لا، لأن الله يعطيك ولا بإرادته ومشيئته وعنده كل شيء، فلا يحتاج أن تقول إن شئت ولا إن شاء الله في الدعاء، هذا ليس من الأدب. ونقل في شرح المواهب عن النووي أن هذا النهي محمول على الكراهة، قال وهو أولى، قال وظاهر كلام ابن عبد البر أنه نهي تحريم وهو الظاهر، قال الحافظ أي فتح اختلفوا هذا النهي تقول إن شئت هل هو محرم؟ ألا يجوز أصلا تقول اللهم اغفر لي إن شئت ولا مكروه؟ لو قلت معناها عندك أقل ثواب وخالفت السنة ولكن ما عليكش إثم، اختلف. لذلك إنسان يجتنب هذا الصيغة هذه إن شئت، عمر ما يعملها في الدعاء. الدعاء اجزم طول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اهدني إلى آخره.
قال القسطلاني: وقيل معنى العزم أن يحسن الظن بالله في الإجابة، فإنه يدعو كريما. وقد قال ابن عيينة، سفيان بن عيينة من كبار التابعين: لا يمنعن أحدكم الدعاء ما يعلم من نفسه، يعني من التقصير، فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس ربي استجابه قعد يوم يبعثون كما دعا شر وقضى عليه ربي، ما قعد ما مش موجود إبليس أصلا، ولكن قال: يا ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. فلذلك ما يجيش إنسان يقول لي والله عندي معاصي ما ندعيش، نحشم شدعي ربي، لا بالعكس، هذيك فرصة باش تدعي. وقت تبدا عامل معاصي اقوى باش تدعي، ودعاك اقوى يكون، دعاء نتاع التوبه اقوى من دعاء الانسان العادي معناها. فلذلك قال: لا يمنع الدعاء، لا يمنع احدكم الدعاء انه مقصر معناها عامل معاصي ولا مغافل ولا مش ملتزم بالدين، لا، الدعاء لكل الناس، بل استجاب الله لحتى الكفار، حتى الكفار يستجيب لهم ربي بعض الادعيه. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي إلى ختم دعائه بالتأمين لتحصل الإجابة. دعاء المظلوم مثلا، الكافر إذا مظلوم يدعو الله يستجيب له، ولا الكافر ما نمشيش بالك أنت الكافر أعمل اللي تحب عليه وما عليه ما عنده حد شيء، لا عنده، كان يدعي ربي ويجي فترة استجابة يستجيب له الله، لأن الله ينصر كل مظلوم، ما اشترطش الإسلام نصرة المظلوم، ما فيهاش شرط أن يكون مسلم، يهودي نصراني ملحد إن شاء الله سيدي يكفر برب أصل الله يعطيه. ولذلك كثير من الملحدين ورد قصصهم أسلموا في مأزق، صار في مأزق أسلم بعد هذا المأزق، قال خلينا نجرب، يعني ما أعتقدش ربي، يا ما نجرب كانوا موجود، يا ربي أنقذني، يا ربي أعطي حاجة اللي مش متوقعها أصلا، يسلم يخرج الشط يقول لك هاو هاني جربت وطلعت تجربتي صحيحة، جربت خطفت هيك، شد ما لو اعتقد في الله وأنه هو الذي يعينك. وهناك من عكس يعطيه الله لكن يتمرد، أعطاه ربي فرصة ضيعها، فما يتمرد، فما لا يستجيب، والغالب يستجيب، فما يتمرد، وقت يوصل الشط يرجع في الكفر والإلحاد نتاعو ويزيد على أكثر من قبل، ورغم أنه ظاهر أنه أمر معناها غير معتاد نجا به، ماهوش نتاع بشر، مش جاء واحد رمى له حبل وقال له اخرج، كيكا من عند ربي تجي حاجه، في حتى من الله بعث له حوت، جاب حشد في الحوت، الحوت طلع به للشط، هذه تصير عاده ما تصيرش. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي إلى ختم دعائه بالتأمين لتحصل الإجابة. روى أبو داود عن أبي زهير النميري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختمه، أي عمل عملا وجبت له الجنة، أوجب. والقال الإمام السيوطي الظاهر أن معناه فعل أو فعل ما تجب له به الإجابة، قال أوجب معناه عمل الحاجة ألا تؤدي للإجابة، إجابة الدعاء. قال إن ختمه، يعني يكون دعاء ما شاء الله من أحسن يكون إذا ختمه. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختمه؟ قال يا رسول الله ما معنى يختمه؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختمه بآمين فقد أوجب. علاش نحن نقول آمين لما ندعيه؟ قولوا آمين، وفي سورة الفاتحة نقولوا آمين، لأنها دعاء سورة الفاتحة. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل الذي ألح في المسألة فقال له: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رسول الله رب بشرك معناها، ما عنده بشارة معناها ثابتة، إذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر معناها بشارة ثابتة، فقالوا: اختم دعاك باش تحصل البشارة هذه وأبشر. وروى الحاكم عن حبيب بن سلمة الفهري وكان مجاب الدعاء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع ملأ، أي جماعة، فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى. كذا مجموعة ناس تدعي ولا واحد يدعي والباقي يقولوا آمين يستجيب الله لذلك، جمعوا بين الدعاء والتأمين. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي إلى أن يوقن بالإجابة وأن يدعو عن قلب شاهد لا عن قلب غافل. ففي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل يا أيها الناس
فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاءه عن ظهر قلب غافل. معناك تدعي تبدأ في اعتقادك ربي يستجيب لك، معنى مركز في الدعاء، مش تدعي وانت غافل ساعات يعرف ما عرفش حتى فيش قاعد يدعي. فهذا من أداب الدعاء أيضا، أن تدعو وأنت توقن بالإجابة، تعتقد الله سيستجيب لك، وما استجبك المرة الأولى مثلا ظاهرا تدعو مرة ثانية وتعتقد أنه سيستجيب لك المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة العاشرة، مرة مئة، مرة مليون، مرة عشرة مليارات، وديما تعتقد أنه سيستجيب لك. أرى إذا أنت بهذه العزيمة الله سيستجيب لك، مش تلقى ذخر حسنات يوم القيامة كبير برش. ومن آداب الدعاء الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب الجوامع من الدعاء، يحبك لدعي الجامعة تشمل برشة أمور مع بعضها. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدعى أن يترك ما سوى ذلك. ورواه الحاكم بلفظ كان يعجبه صلى الله عليه وسلم الجوامع، والمراد بجوامع الدعاء ما جمع ما مع وجازته خير الدنيا والآخرة، نحو مثال تعطينا أمثلة، والنحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء جامع المواظب عليه. وهذا أوجه ما قيل في معنى جوامع الدعاء، أحسن مثال في جوامع الدعاء هو هذا، هو جزء من آية قرآنية. وبناء عليه يكون قول عائشة رضي الله عنها ويدعو ما سوى ذلك محمول على أغلب الأحوال كلها، بعض أدعية أخرى اللي هي بسيطة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها بعض الأحيان، لكن يكثر من جوامع الكلم، مش معنى يدعو ما سواه ما يدعيش بها أصلا، لا، كل أدعية دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد دعاء إلا ودعا به النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة عند الشفاعة الكبرى، فلما الناس تستغيث بالأنبياء سيدنا آدم سيدنا نوح سيدنا إبراهيم كل يدوروا عليهم كل يقولوا ما أغيثونا اشفعوا لنا كذا، يقول لا نحن لا ليس لنا أي شيء اذهبوا إلى غيري، فيصلون لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اشفع لنا نستغيث بك، أخاتنا كان انت كهو بعد سيء ما عشان حد شيء، فيقول أنا لها أنا لها أي شفاعة، قال فيذهب عند العرش ويسجد سجدة ويدعو فيها بما يدعو يدعى بالله قبله، يحمد الله ويدعوه بدعاء لم يدعو به بشر أصلا، معناها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كلام لم يقوله بشر أصلا ولا ملك، في تعظيم لله وتمجيد وتحميد. فماذا يقول له الله سبحانه وتعالى؟ يقول له ارفع رأسك، ارفع رأسك يا محمد اشفع تشفع وإن لن نسوءك في أمتك صلى الله عليه سيدنا محمد، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. قال وبناء عليه يكون قول عائشة رضي الله عنها ويدعو ما سوى ذلك محمول على أغلب الأحوال كلها، معنى أن يترك الأدعية اللي هي مجامعة في بعض مسائل بعينها محدودة يأتي بها بعض الأحيان، لكن يكثر من الأدعية اللي فيها جوامع تجمع الخير بصفة عامة عموم الخير، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال فقد قال الحافظ المنذري كان صلى الله عليه وسلم يجمع في الدعاء تارة ويفصل أخرى، يجمع بالجوامع وبعض الأحيان يدعو بالدعاء الأدعية العادية. وقيل جوامع الدعاء هي الكلمات التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الحسنة، وقيل هي التي تجمع الثناء على الله تعالى وأداب المسألة. مش أعطينا تو أمثلة من جوامع أدعيته العامة صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ بها مش نتعلمها ونحفظها وندعو بها. فاللهم عافني في جسدي وعافني في سمعي وبصري واجعلهما الوارثة مني، الوارثة مني كما قلنا أي يبقايا معي بصحة جيدة إلى الممات. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم الجامع لأنواع من التعاويذ، فاستعاذ اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا. قال من بين الأمثلة في الأدعية الجامعة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل
وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحي والممات. هذا رواه الشيخان من حديث أنس في الصحيحين. وفي رواية البخاري: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين معنى ثقل الدين، أي ديون الكثيرة. وغلبة الرجال أي تسلط الرجال عليه بغير حق شرعي، الظلم. غلبة الرجال أي الظلم، وغالب طبيعة الظلم يقع من الرجال، يأخذ مسؤولية ويتسلطوا على الناس الرجال في الغالب، وذلك قال غلبة الرجال. ومن ذلك أدعي الأدعي الجامعة: اللهم إني أعوذ بك من الجذام والبرص والجنون وسيء الأسقى. الجذام هو مرض جرثومي يصيب الأعضاء ويصيب الأطراف بصفة خاصة، كبداية أطراف الأصابع، أطراف الأقدام والأنف، ويؤدي إلى تعفن الجلد وتساقطه تدريجيا، يتعفن ويسقط، يتعفن ويسقط، يبدأ تاكل الصبع، الصبع بدأ بتاكل الخشم، يبدأ تاكل الأقدام، تتاكل يوصل حتى ساعتين كاملة تتاكل، ويكون في رائحة كريهة جدا من 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 أكره الروائح. موجود بعض بلدان، ما احنا ما عاش عنا بفضل الله، متنحى من بلادنا، كان موجود قبل. الجذام هذا مرض، فلذلك معنا معروف من قبل أنه مرض حقيقة منفر جدا، ويستخذره كل الناس لما يشوه الخلق ولما رائحته كريهة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد منه. هذا عبارة رمز الأمراض اللي هي شنيعة جدا، لك علاش يستعيد منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن الأكلة اسمها أبو لهب، يقولوا الأكلة قد تكون من هذا النوع، تقول شيء آخر الأكلة، شرطه ما قعدت مخوله في بدنه. اللهم إني أعوذ بك من الجذام، هذا مرض معروف موجود، مرض جرثومة، أنا في السبب وجرثومة. والبرص، البرص هذا كمرض جلدي. والجنون، بطبيعة الجنون فقدان العقل. وسيء الأسقى، أي مرض فيه معناها كشق شقاء كبير، أو فيه معناها تشويه للخلق، خلقة الإنسان. كل هذا ندعو الله أن يجيرنا من ذلك، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحرص على مثل هذه الأدعية. هذا رواه أبو داود والنسائي من حديث أنس من إنسان صحيح. ومن ذلك الأدعية الجامعة ما جاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. حديث رواه مسلم. هذا أيضا دعاء نحرص باش نحفظ مثل هذه الأدعية، لأن هذه تدعي بها تكفيك على برشا أدعية أخرى، تكفيك مؤن على كثير من الأدعية أخرى. قال العلامة الطيبي: في كل من هذه القرائن إشعار بأن وجود الشيء مبني على غايته، والغرض أي المقصود الغاية، فإن تعلم العلم إنما هو للنفع به، فإذا لم ينفعه لم يخلص كفافا، بل يكون وبالا على صاحبه. في الدعاء الأخير: اللهم يعوذ بك من العلم لا ينفع. قال علاش يقول العلم لا ينفع، ما قالش ما علاش يدعو بهذا الدعاء؟ قال لأنه إذا كان العلم الغاية متاعه باش تنفع به نفسك والناس، قال إذا لم تنفع به أنت ولا الناس، قال هذه ولي وبال عليك، ولي ضدك يوم القيامة. فإذا تدعو الله من تدعو الله أن يعطيك علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، نقول ما نقولوش ارزقنا علما فقط، علما نافعا، ديما معاه كلمة نافعة، لأنه ياما ناس عندهم علم تاع السحر تاع الشعوذة تاع علم الإحاد، علم برشا أمور اللي هي تتدي به لنار جهنم. فلذلك فما علوم تؤدي للنار، يستعملها في ضرر الناس وفي إذاية الناس، بتبيع تؤدي للنار. هذا العلم النافع الذي يعينك على طاعة الله، يبلغك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وإن القلب إنما خلق ليخشع لربه تعالى، فإذا لم يخشع فهو قاس يستعاذ منه. قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم. ذلك تقول: اللهم نعوذ بك من قلب لا يخشع، يا ربي ما تعطينيش قلب غير خاشع، لأن القلب القاسي هذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى. وإنما يعتد بالنفس، إيش قال بعد؟ ونفس ومن نفس لا تشبع، أعوذ بك من نفس لا تشبع. قالوا: إنما يعتد بالنفس إذا تجافت، أي تباعدت عن دار الغرور وأنابت إلى دار الخلود. فإذا كانت النفس ناهمة لا تشبع، كانت أعدى عدو للمرء، فهي أهم ما يستعاذ منه. طبيعة نفس الأمارة بالسوء
لابد تستعيد من نفسك الأمارة بالسوء. وعدم استجابة الدعاء، طب إزاي يفسر في الأربع كلمات تاع الدعاء؟ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، علاش قال من علم لا ينفع؟ علاش ركز على الكلمة هذه؟ علاش قال من قلب لا يخشع؟ وعلاش قال من نفس لا تشبع؟ بين ثلاثة، إيش ميزات الأخيرة؟ ومن دعوة لا يستجاب لها. قال وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعية لم ينتفع بعلمي ولم يخشع قلبه ولم تشبع نفسه. الثلاثة الأقبل لأدي والأخيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، هذا دعاء مسنون أيضا، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعوذ، قال هذا لفظ البخاري وقع في الأذكار الإمام النووي أعيذكما، فما رواية أعوذ ولا أعيذكما؟ قال أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا بطبيعة نحرص على أن يكون مع أطفالنا دائما، تكتبوا له في ورقة تعلقوا له في حاجة في رقبته ولا في عنده سطوش الداخل ولا حاجة ولا جيب، وتحطوا ديما ورقة معه بهذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يحفظ من السحر والعين والشياطين بطبيعة الحال، يعني هذه تعمل إيذاء في البشر، وهناك أمراض من سبب العين أصلا. فلذلك هذا الدعاء مهم جدا، هذا بصفة خاصة، ويذكر العلماء ويؤكدون عليه أن تتعوذ به نفس، تعوذ به نفسك وأطفالك أبنائك، وتحفظوا ممكن يكبروا شوية يحفظوا ليقولوا حدهم. ويقول شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن أباكما أي جدكما الأعلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، رواه البخاري وغيره، كان يقول لهم الكلمات أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة. قال هذه كانت سيدنا إبراهيم جدكم الكبير، سيدنا إبراهيم النبي قال يعوذ بها سيدنا إسماعيل سيدنا إسحاق وذلك كانوا صغار، وأبناء سيدنا إسماعيل سيدنا إسحاق أبناء سيدنا إبراهيم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، هذا أيضا دعاء مسلم جامع لكثير من الأمور، رواه مسلم وأبو داود حديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، رواه الترمذي وغيره. الأدواء أي جمع الداء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة، رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، هذا أيضا دعاء جامع. فهذه كلها أعطانا عينات من الأدعية المشهورة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يواظب عليها، فالإنسان يحفظ ما تيسر منها ويعمل هذه الأدعية، كيف تدعي بعد خدمة القرآن وتدعي في مناسبة ادعي بهذه الدعوات، خذ منها بعض على الأقل، مهمة جدا. ولو اقتصرت عليها يكفيك، اقتصرت على هذه الأدعية الجامعة يكفيك، مش هسبق تفصل معه. بطبيعة الإنسان قد ما يطول في الدعاء طيب راه، لكن تقول أني مثلا نحب ندعي فترة قصيرة، عندي مضغوط عندي وقت عندي كذا، أعمل الجوامع تكفيك على دعاء، ما تدعي بخمس دقائق تكفيك على نص ساعة دعاء. وإذاك في ساعات في أماكن ولا في مناسبات بطبيعة أنا بسبب التزام بالوقت ما نطولوش الدعاء، نعمل نأخذ الجوامع ندعي بالجوامع، تعمل معنا درج من زمان تتعادى الأدعية بتاع كل شيء، ما نسيت شيء تقاك، ما نسيت حتى حاجة إلا دعيت ربي باش يعطيها لك خير، وما نسيت حتى الشر إلا طلبت ربي باش تصرفه عنك. هكا علاش الجوع مهمة، حتى أنت ساعات تنسى، حتى تدعي تنسى، تنسى بعض الأمور في الدعاء، تنسى دعاء بالشفاء، تنسى الدعاء بكذا، تنسى الدعاء بالنصرة لفلسطين، فكتعمل أدعية هكا عامة وتجمع المسلمين لي ولجميع المسلمين فيدخل فيهم كل شيء. تولي معناها حتى أمور نسيتها تفصيلا تدخل تحت العام هذاك، يدخل تحته. ولذلك من الأدعية التي يحبها الصالحون اللهم اهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ألطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عافي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اللهم ارزق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رزق الحلال. هذه من الأدعية التي معناها فيها ثواب كبير جدا، لأنك يعني دعيت لكل أمة. أدعيته صلى الله عليه وسلم في مناسبات متعددة، لأن سيعطينا بعض أدعية تتعلق بمناسبات معينة، في مناسبة معينة عند دعاء متاحة، مناسبة هذه عند دعاء آخر. أعطانا الأدعية الجامعة اللي يحصل الإنسان يدعي بها ديما،
وأعطانا أدعية في حالات خاصة اللي هي تكون لها الأولوية. تدعي حالة خاصة الأولوية تدعي بالدعاء الخاص. الجوامع صحيح تدعي بها معناها في مثلا دعاء جماعي، مثلا مش تعمل دعاء ختم القرآن أو شيء، تدعي بالجوامع دعاء عقب الصلاة، لكن فما مناسبات تدعي بدعاء الخاص. قال مثلا دعاء صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند مضجعي: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. هذا مبين أدعية النوم. وكان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول هك: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. ثلاث مرات، أنا بسيط برش تعمل هكا: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرات تعود. وكان إذا أوال فراشي قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا أيضا دعاء رواه الإمام مسلم. هناك أدعية أخرى منها الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اجعله آخر ما تقول: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وألجأت كفاشي، اللهم أسلم، اللهم وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وفي بعض الزيادات في بعض الروايات أخرى، فهذا في 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 ماردة في الحديث قال: اجعلهن آخر ما تقول، آخر دعاء عمله هذاك. وهذه الأدعية يقبل، وتقرأ المعوذتين والإخلاص بطبيعة قبل النوم، مهمة جدا، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، الآيتين الأخرين آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة. فهذه ومع هذه الأدعية التي ذكرها هنا تكون عندك جمعت تقريبا الأدعية المهمة للتابع النوم. دعاء صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه، أعطانا الدعاء عند النوم، عند الاستيقاظ كي تقوم من النوم ماذا تقول؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشي قال: باسمك أموت وأحيا. هذا دعاء أيضا عند النوم: باسمك أموت وأحيا. وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا لابد يحفظه الصغار والكبار، فيش كلام، هذا دعاء بسيط قصير لكن مهم جدا: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أنا قصير برشا. فمع أدعية أخرى تقرأ خواتيم سورة آل عمران، والحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روحي وأذن لي في ذكره إلى آخره، فما أدعية أخرى. ولكن مثال شد دعاء من كل واحدة: دعاء عند النوم ودعاء عند الاستيقاظ. فهذه أدعية مخصوصة بالمناسبات، هذه مهمة في مناسباتها. دعاءه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وإذا خرج منه. خلاء هو بيت، معنى المكان اللي نسميه التواليت، بيت الخلاء يسمى الخلاء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مش من الخبث، بعض الناس يقولوا خبث، الخبث بالضم، خبث والخبائث. وفي رواية الطبراني: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. هنا يقول العلماء: الخبث هم ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، فتستعيد من كل أنواع الشياطين معناها. فالخبث مش الخبث، مش الخبث كلمة المكر، لا، الخبث، خبث، الخبث والخبائث. فهذا دعاء بطبيعة قال إذا دخل الخلاء، معناها في التواليت تعملوا، لا، أي إذا نويت الدخول، كما إذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم، مش وقت تقوم للصلاة تغسل توضأ وقتها تبدأ قائم في الصلاة، لا، قبل، معناه إذا نويت الصلاة فتوضأ فاغسل وجوهك وأيديكم إلى آخر الآية. هنا إذا دخلت الخلاء، إذا أردت الدخول لبيت الخلاء، قبل ما تدخل الدعاء تقول قبل برا، قبل ما تدخل الداخل، إنه لا يجوز ذكر ربي في بيت الخلاء. فقبل ما تدخل ميزات ما حلتش الباب: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تحل الباب تدخل برجلك اليسرى، تسبق رجل اليسار، هذه الباصة الوحيدة تسبق فيها رجل اليسار، والخروج تسبق اليمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج من الخلاء: غفرانك، غفرانك. وللطبراني عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. هناك دعاء ثالث أيضا مشهور:
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. تحب تجمع غفرانك؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا حفظت الدعاء هذا طيب يشبه الثاني، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. هذا أيضا دعاء مسنون للخروج من بيت الخلاء. دعاءه صلى الله عليه وسلم بطبيعة هذا الدعاء في وقاية من كل أنواع إذاية الجن، أنواع الكل تاع الإذاء، لأن غالب أنواع الإذاء تصير في بيت الخلاء، اللي يلبسوا يمسوا جن ولا تصير مشكلة من طرف الجن في بيت الخلاء. إذا تقول هذا الدعاء لا يصيبك أي شيء، ما يا ما عادش يدور بك حتى واحد من الشياطين في بيت الخلاء. وحاجة ثانية أخرى أيضا، بيت الخلاء تغطية الرأس، نقرة القفا هذه تكون مغطية، يعني هي يصير فيها الإذاء من الجن. معناها تحط المرأة تحط محرمة تلبسها تعمل لك دورة حتى على راسك وتغطي هذه البلاصة هذه، مش حجاب، تغطي خاصة نقرة القفا هذه أكل يدور فيها الشعر، البلاصة هذيك تكون مغطية. والرجل يحط عرقية، عرقية يحطها بعد بيت الخلاء، وقت يدخل يحط على راسه، وقت يخرج ينحاها. هذا من آداب دخول بيت الخلاء أيضا، تغطية الرأس للرجل والمرأة على حد السواء. إذا عملت هذوما الاثنين مستحيل يدور بك لا شيطان ولا أي شيء، معناه من حيث الإذاء متاع المس وما يتبع ذلك، إذاء معناه الجسدية بصفة خاصة. ولذلك الناس اللي تراهم ديما عندهم مشاكل هذه غالبهم ما يذكرش ربي، ولو ساعات تلقى يصلي لكن ما عندوش ذكر، ما تمنكش الصلاة، ترى ماهيش حماية الصلاة وحدها، راهو إذا يكون بالسهو وبالغفلة اللي نعملوا فيها احنا ماهيش حماية راهي وحدها. الحماية تكون بالذكر، في كل مكان تذكر فيه ربي بالذكر الذي يناسبه، هذا هو هذا المطالب به، هذا بالسمى ذاكر الله ذكرا كثيرا، وتكون ذاكر طوال اليوم. دعاءه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيتك تخرج من دارك، فما دعاء يتقال؟ عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، في رواية أخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا مذكرهاش، قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل من الضلال، الضاد غير مشالة، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. قال إذا تقول هذوما شيقول الشيطان، يبدأ الشيطان مع صاحبه يتمشاو، شيقول له كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، مين مش لازم تعمل أي حاجة، ذي هو هدي وكفي ووقي، هدي ربي هداه، اللي باش يقول هذا الدعاء هداية لطريق الله وقاية من الشياطين، وكفي كفي الشياطين ووقي من كل ما هو ما يؤذي شياطين الإنس والجن. معنا هذا الدعاء وين تخرج من دار لازم يكون عندك، معناها بديه الدعاء، تخرج من البيت طول ما تخرج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل أو يجهل علي. وما يسألش الأيمة الأولى علقهم، يسألش في الحيوط لين تحفظهم، بعد ما يسألش تحفظهم علقهم باب الدار، يسألش حط باب الخروج، اكتبوا الدعاء من داخل، كي تجي خارجك تغزل وتفكر، ومن بعد تولي وحدك وحدك من غير ما تسحق لا ورقة لا حد شيء. الأدعية موجودين، كل موجودين، اللي يحب يلقاه موجودين، في ادخلوا حتى على الصفحة نتاع الجميع الفيسبوك تلقاهم الأدعية كل موجودة في ملف واحد، كل الأدعية اللي ذكرناها هنا بالتفصيل والرواية من مرة ذي ذواها وبخط غليظ يجمع قرائي إنسان وبالضبط بالشكل كامل. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى المسجد وإذا دخل وإذا خرج منه، هو لم يذكر دعاء دخول البيت، الدعاء دخول البيت قول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. تجمع تزيد اللهم أسألك خير المولج وخير المخرج، على الأقل تقول بسم الله وتسلم، أقل شيء تقول بسم الله وتسلم، تقول السلام عليكم. إذا فما حد في الدار تقول
تقول الأكمل تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي من اختصر يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لكن الأكمل تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسلم على كل الصالحين، عباد الله الصالحين ملائكة، لأنه إذا ما حد من البشر يساق ملائكة، إذا ذكرت ربي يساق ملائكة بحذك. الآن دعاء التوجه إلى المسجد والدخول والخروج من المسجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يمين نورا، وعن وخلفي نورا، وفي عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا. هنا في بعض الفاظ ناقصة، يمكن هذه الرواية خاطر فما يميني وشمالي وفوقي وأمامي وتحتي وخلفي، فوقي وتحتي وخلفي وأمامي موجودة. يمكن هذه الرواية التي هنا قال هذه رواية الإمام البخاري والأخرى رواية الإمام مسلم، رواية الإمام مسلم أكمل في المسألة هذه. والعلماء يذكروا ديما يأخذوا الرواية الأكمل بطبيعة باش تكون شاملة لكل الألفاظ. وعن السيدة فاطمة بنت رسول الله، بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ذولي تعرفوا هذا كله ولا لم يعرفوش يحفظوا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المسجد أيضا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا إسناده حسن رواه أبو داود. معنى تدخل المسجد تقول أو تدخل: أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا دعاء كامل. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، أدعية الصباح والمساء كثيرة جدا، وجمع سيدي الإمام الحداد، إمام عبد الله الحداد رضي الله عنه ورحمه، من كبار علماء الأمة الإسلامية، من كبار الصالحين، جمع هذه الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في الصباح والمساء، وجمعها فيما سماه ورد لطيف، سماه الورد اللطيف من أذكار الصباح والمساء. فهذا عليكم أن تجمعوه وتقرؤوه وتحافظوا عليه. فسيذكر هناك كثير من الأدعية التي سيذكرها هنا موجودة في الورد اللطيف. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى يقول قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. هنا قال النشور، والأصح الصواب أن إليك المصير، لأنه في النهار تقول إليك النشور، في الليل تقول مساء إليك المصير. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، إلى آخر ما سبق. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والأمر والليل والنهار وما يسكن فيهما لله تعالى، اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا يا أرحم الراحمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى فليقول مثل ذلك: ولي أسألك خير هذه الليلة، معش اليوم في المساء، ولي الليلة، يعوض اليوم بالليلة. الأقراء والنحو الأقراء الاسم منون وغير المنون، باب اسمه الاسم المنون وغير المنون، باب اسمه في النحو اسمه الاسم المنون وغير المنون. في بعض كتب يقول لك الاسم المنصرف وغير المنصرف، اسمه باب هكا اسمه عنوان الاسم المنون وغير المنون، ولا تقال الاسم المنصرف وغير المنصرف،
إلا قراه ينجم يبحث ويجاوب، ولا ما قراه شيء ما غير يتعب روح في البحر. به قال غدوة توي يعلمكم سي ماهر، مش أكيد إذا خلط بكري نعم الحصة ما خلطش من عموش. قال اللهم لما يدخل رجب ماذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، معروف الدعاء هذا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة الجمعة قال هذه ليلة غراء ويوم أزهر، معناها تغرب الشمس ليلة الجمعة تقول هذه ليلة غراء ويوم أزهر، الليلة كذا المغرب تعمل دعاء الأذان، دعاء أذان المغرب ومع دعاء الأذان، ثم بعد ذلك تقول هذه ليلة غراء ويوم أزهر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح أي اشتدت وهجت قال اللهم نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. لدي هذه كل كما قلت لكم موجودة، حب يلقاها حاضرة مريقلة منظمة مشكولة، كل الأدعية هذه وغيرها حتى المذكرهاش هنا موجودة، ادخلوا الصفحة الرسمية حطوا الأدعية المسنونة في فم الصور، انزوا على المكان اللي فيه مكتوب الصور تلقاو فما ألبومات، فما ألبوم اسمه الأدعية المسنونة أو الأذكار والأدعية على ما أظن هيك، ادخل فيه تلقى الأدعية الكل تجم تيليشارجي وتطبعوا كل دعاء، دعية الرياح، دعية المطر، دعية الرعد، دعية الدخول المسجد، خروج المسجد، دخول البيت، خروج من البيت، النوم، قيام النوم، الأكل، بعد الأكل، قبل الأكل، أثناء الأكل، إذا كان معنا نسيت الطعام ما نسميتش، دعاء عند الكرب، دعاء عند الفزع من النوم، يركبوس في النوم، دعاء عند اتقاء عند معناها تذهب زيارة السلطان الحاكم، الدعاء عندما تكون معنا الناس تبحث عنك مش تضرك، كثير من الأدعية مسنونة موجودة ويمكن الإنسان يطلع عليها ويحفظها حتى يقوم بها في وقتها. قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لم يطيش عليه النوم، أنا قوم في الليل يطيش عليه النوم، شي يعمل يقول هذا الدعاء يا شيخ. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال بسم الله اللهم نسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أي كذبة أو صفقة خاسرة. وهناك أيضا عند دخول السوق دعاء مذكور هنا تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت يحيي ويميت وهو حي لا يموت يدي الخير وهو على كل شيء قدير. هذا قال تحصل ألف ألف حسنة، قديش هتو ألف ألف؟ مليون. مش تدخل السوق اللي هو أبغض الأماكن إلى الله، أما تعمل الذكر معناها المكان اللي فيه الغفلة عادة عن الذكر تعمل فيه الذكر هكا على ثواب كبير برشا المال. وشكون يتفكروا هذا؟ واحد على الألف يمكن المسلمين، إذا مش واحد على المليون. كيفاش؟ هاي به هاي عاد كانك عاد تنسوا وقت ما عادش عاد هاي به ما قصرش اللي حطه يبارك الله فيه في ميزان حسناته. هاي هكاك الخدمة، ما دخل باب السوق تقعد الدعاء باش اللي يدخل يتفكر، وفي البيت انت حتى تفكر حط قدام بيت الخلاء حط البحذاء الوحدة اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث باش تفكرها مع البسمة قبلها وهكذا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بباكورة الثمرة، شنو هي الباكورة؟ أول واحدة تنضج، تبدأ عندك شجرة تفاح مثلا، أول تفاحة نضجت، تسمى باكورة. ساعة تقل الأخرين مثلا ميزالوا شوية ولا تقاس كعبين ثلاثة نضجوا والباقي ميزال، اسمه باكورة. شو يعمل؟ قال وضع على عينيه يغزر الله ثم على شفتيه وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان. معناها تنحي الباكورة تنظر لها تقربها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه، بطبيعة لو نلتزم بهذه الأمور كل تكون حياتنا كلها مريقة، عانى من أفضل الثمار أفضل منتوجاته أفضل كل شيء.
ماديا نحكي من الناحية المادية، ناحية بطبيعة البركة عندك البركة حاصلة بالذكر، لكن حتى من الناحية المادية لو جينا نستغفر ربي ونستغفر حقا الله سبحانه وتعالى ونتوب من المعاصي لم ترتصب بسهولة تامة في كل وقت. أما غربنا غافر ما يتفكرش في حواجه دي أصلا، شكون فلاح اللي يفكر ينحي الباكور هكا أو الوحدة مش يقول ما اسمعش بها أصلا، هو مش يقولها، هو ما اسمعش بها أصلا مش يقولها، هذاك كلمة العلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه، وفي رواية أحمد طعام، قال صلى الله عليه وسلم بسم الله، أقل شيء هذا أضعف الإيمان، مش تأكل حاجة قول بسم الله، فما دعاء آخر لكن أقل شيء بسم الله. فإذا فرغ قال اللهم إنك أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، اللهم فلك الحمد على ما أعطيت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال، هذا الدعاء المشهور، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إذا فرغ من طعامه، اللهم لك الحمد أطعمت وسقيت وأشبعت وأرويت، فلك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغن عنك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، رواه أبو داود وغيره. بطبيعة في الطعام وعند أدعية قول بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، باستثناء شيئين، شنو هو؟ شنو الحاجتين اللي تقول زدنا منهم؟ حليب العسل ولا التمر؟ فما سنين لا، فما الحليب وما حاجة أخرى، شنين؟ شنو اللي قال فيه شفاء للناس؟ وتقول في النهاية عند نهاية الطعام إما الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، فما رواية جعلنا مسلمين صح زاد ما غير ميناء، ولا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول منه ولا قوة. شد واحد منهم، أحفظ واحد منهم أنت. الأسهل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، وبسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. الحليب تقول زدنا منه، تحطش خيرا زدنا منه، والعسل زدنا منه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر في رمضان على شقفته أي من صومه قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إذا أفطر دعاء معه، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذا معنى لما في رمضان ولا في صيام نافلة وقت تفطر عند أذان المغرب مش تقول اللهم لك صمت قبل ما تأكل، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، كف لما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت ما تعلم مني يا رب العالمين، تحب تكون كامل ولا تكتفي بهذا، تتقبل مني أنك السميع العليم. تأكل بعد ما تكمل، ذهب تشرب، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الأول قبل الماكلة والثاني بعد الماكلة بعد شقال الفطر، مش الطعام العادي. الطعام العادي يعطينا الدعاء نتاعو باه موجودين، تقاوم زاد موجودين في الدعاء كل موجود، هذا كل موجود قبل وبعد كل موجود. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم قال في دعاء لهم، إذا واحد استدعاك قال لك شو فطر بحذاك، والعلماء يقولوا حتى ولو طعام حتى مش شقال فطر طعام أطعمك، إيش تقول؟ أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم ملائكة أي بالرحمة والخير الإلهي، وفي رواية وصلت عليكم ملائكة، فما تنزلت عليكم ملائكة وفي رواية أخرى صلت عليكم ملائكة، قلوا ثلاث كلمات، أفطر عندكم الصائمون أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة. بالخصوص هذا يبدأ تقوي فطرك عند إنسان ضيفك. والعلماء يقولها حتى لمن أطعمنا وعمل وليمة،
كلينا بعد ما كملنا شبعنا نقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصارت عليكم ملائكة. لكن أصالة مجعول عند الفطر من رمضان في الصيام في رمضان ولا غيره، لما واحد يضيف يقول لك يجي شوف فطرك بحذاء، لما تكمل تدعي له بهذا الدعاء أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصارت عليكم ملائكة. وفي رواية وصلت عليكم ملائكة بدلا من تنزلت، قلنا الاثنين موجودين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل عند قوم دعا لهم فقال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. هنا لم يضبطها، لم يقيدها برمضان. في ذلك علماء أخذ واحد يمشي على الكل، سواء تفطر تتغدى عند واحد في رمضان ولا تتعشى ولا تشخ فطرك ولا تتأكل حتى ماكلة عادية في مناسبة غير شقا الفطر، تقول هذا الدعاء. رواه أحمد والبزار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال له، شو معنى رفأ؟ يبارك له، يبارك له في معنى كي واحد يتزوج يبارك له ويهنيه، معنى لا مش رفاهة. ما فماش الها بالرفاه والبنين، خطأ، هذا بالرفاء والبنين. رفأ فعل رفأ، يرفئ رفأ، يرفأ ما لا تولي رفاء، الرفاء والمصدر. باش يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يهني يهنى شخص تزوج، ماذا يقوله؟ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وقد كانوا في الجاهلية يقولون للرجل إذا تزوج بالرفاء والبنين، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن ليس فيه حمد ولا ثناء ولا ذكر الله تعالى. ها نحن نتبع في الجاهلية ظهر. لا احنا دعاء بارك الله لك وبارك عليك، ما نعرفش بالرفاء والبنين، نسمع في التلفزيون ظهر. ولا بعض اللي تبعوا في الجاهلية، جماعة الجاهلية صح أصحاب اللي هذا قالك بالرفاء والبنين تقول الجاهلية. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، نهاهم عن ذلك، واضح. يطلع ليش واحد تو يقول لي بالرفاء والبنين؟ لأنه ليس فيه حمد ولا ثناء ولا ذكر الله تعالى، مع النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، معناه ابعد عني ما غير ما تحكي. ولما فيه من الإشارة لبغض البنات، لتخصيص البنين بالذكر وغير ذلك. بالرفاء والبنين، البنين يقصد بهم الذكور، مبيت معناه كلام وفي وسط حويجات قم لما وقوت. هكا علاش النبي صلى الله عليه وسلم يحبش الكلام النوع هذا، حبش التمييز والحكايات. قال وعلمهم ان يقولوا من تزوج، قام في اللي تبعوا في الجاهليه يقولوا بالرفاء والبنين، اش قال لهم؟ قال هذا مش باهي، ابعدوا عليه. شنو تعملوا؟ علمهم ان يقولوا من تزوج. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمهم راه بارك الله لك اي في هذا الزواج، وبارك عليك اي بالاولاد والنسل المبارك، وجمع بينكم في خير، وذلك بحسن المعاشره وتمام الموافقه والمواده بين الزوجين. دعاء مش ربي يجمع بيناتكم ويكون حياتكم هنيه، كاو هذاك المطلوب. كل كلمة جاهلية متاع جهال، هذا مش تاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أعطانا دعاء ما عادش تحكي لي حتى شيء آخر، ما عادش تعوضوا لي بحاجة، أعطانا هو دعاء مخصوص، ما عادش تسمع حتى دعاء آخر. أنا كي يبدأ دعاء مخصوص بمناسبة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، ما عادش ولا مع وحتى نتعمد ما نقولش الكلام اللي يقول فيه الناس. مرات الناس تعودوا بكلمة ما نقولهاش، نتعمد ما نقولهاش. علاش باش نعاود نحيي السنة فك الدعاء هذاك؟ هاني هني وفيسبوك يبدأوا الناس تهني، نحط كلمة تهني المسنون هذه بالحرف في جنازة تعزي في المولود، بارك الله لك في المولود، ورزقت بره وبلغ أشده ورزقت بره، شكرت الوهب قبله وبلغ أشده ورزقت بره. كل أخرين آية إن شاء الله يتربى في عزكم. أي ما فهمتش علاش نتركوا في حاجة فيها ثواب كبير نمشي بالحاجة اللي هي الوقت داهم. أنا به قال وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الرجل إذا تزوج امرأة أن يقول اللهم نسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. هذا الدعاء ليلة الدخلة للزوج، يضع يده على جبهة زوجته ويدعو بهذا الدعاء. وفي رواية وأن يأخذ بناصيتها، الناصية هذه، ويدعو بالبركة في المرأة، في المرأة من يدعو أن يجعل الله فيها البركة وبالتالي تكون الحياة بتاعها مستقيمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب،
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي رواية البخاري لا إله إلا الله الحليم الكريم، في الأصل العظيم الحليم الكريم عفوا، الأولى العظيم الحليم، الرواية الثانية الحليم الكريم. وفي رواية لمسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال ذلك. إذا انشغلوا أمر صارت وذيق كما سيلوا مع كفار قريش ساعات، معناها يضطهدوا ويضربوا ويأذيوا ويعملوا المشاكل، فكان يدعو بهذا الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر استصعب عليه يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، حديث رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما أي خاف من شرهم قال اللهم إن نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كترى جماعة كل الظلام وكل حكايات تقول هذا الدعاء، تخاف من ظالم حاكم ولا مسؤول ولا أي واحد يظلم متجبر العباد، كترى ولا قل اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وقال أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلقي العدو فسمعت يقول يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين. قال فلقد رأيت الرجال أي الأعداء تقرع أي تضربها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها. قال وقال الدعاء ورى الملائكة حطوا تضرب قدامها، نفرجوا ما يضربوا في الملائكة، الملائكة يضربوا في العباد يضربوا في الكفار. والله أعلم هي الغزوة هنا هي غزوة بدر نزلت فيها الملائكة، لكن قد يكون غزوة أخرى. يعني غزوة بدر ثابت نزول الملائكة فيها قطعا معروفة وقصتها معروفة وربي ذكرها حتى في القرآن. غزوة أخرى نزل فيها الملائكة الله أعلم يمكن يكون هذه غزوة أخرى، لابد الرجوع للسيرة بالتفصيل باش نعرف هل هناك غزوة أخرى ثبت فيها نزول الملائكة. به مسألة زيارة المريض ودعاء عيادة المريض نتركه إن شاء الله للدرس القادم. سيخبركم سي ماهر على الدرس إذا كان يوم غد في المساء مثل هذا التوقيت أو يوم السبت بطبيعة في الصباح كموعدنا في العاد. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.